للمزيد ينضم إلينا من كربلاء مباشرة مراسلنا ميثم الجناحي. ميثم، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. كيف بدت كربلاء الآن؟ حياك الله المحرابي. اليوم كربلاء شهدت وخلال الساعات الأخيرة الماضية توافد أعداد كبيرة من قبل الزائرين، لا سيما العرب والأجانب، حيث ارتفع العدد. يوم أمس كان 50 أو أكثر من 50 ألف، اليوم هنالك مصادر تشير إلى وصول العدد إلى أكثر من 65 إلى 70 ألف زائر عربي وأجنبي ومن جنسيات مختلفة. ربما وصل عدد الجنسيات حتى الآن إلى أكثر من 50 جنسية. بما يتعلق بزائرين العراقيين ومن محافظات عراقية مختلفة، ما زالوا يفيدون إلى كربلاء وعبر المداخل الرئيسة من جهة بغداد وجهة بابل وأيضا باتجاه النجف. القوات الأمنية منتشرة ومنذ عدة أيام، إضافة إلى الجهد الأمني الساند من المحافظات المجاورة. بما يتعلق بالجانب الغربي، اليوم ايضا تم ارسال ويعني تعزيزات وقوات امنيه اضافيه مجهزه من اجل مسك الارض ومن اجل القيام بجولات وطلعات في عمق الصحراء باتجاه المناطق المحاذيه للانبار. ايضا هنالك جهد نعم ميثم، خلينا نتحدث عن الجهد الخدمي الذي قدمته او تقدمه الان محافظه كربلاء للزائرين وهذه الاعداد الكبيره. ما هي ابرز ربما المشاهد التي رصدتها أنت لهذه الخدمات وتميزت عن السنين الماضية؟ نعم، كل الخطط الموضوعة هذا العام تميزت عن الخطط السابقة بأنها خطط فقيرة، خطط لا تستند إلى تخصيصات مالية كما في الأعوام السابقة، وبالتالي هنالك اعتماد كبير واعتماد كلي على الجهد البشري والجهد الآلي التابع للمديريات الخدمية والصحية وحتى الأمنية، باستثناء عمليات الفرات الأوسط التي تمكنت من زج عناصر أمنية من المحافظات المجاورة. وصل عدد هذه القوات إلى أكثر من 30 ألف بحسب مصادر القوات. الجهد الخدمي في محافظة كربلاء هذا العام تميز بأنه اعتمد على أعداد قليلة جدا مقارنة بالسنوات السابقة. بلدية كربلاء، دائرة الماء، دائرة المجاري، أيضا صحة كربلاء تعمل بالإمكانات المتوفرة وبالأعداد التي هي فقط من داخل المحافظة. حتى المحافظات الساندة بما يتعلق بالجهد الخدمي لم تقوم بإرسال عمال تنظيف أو كوادر بشرية، باستثناء الكوادر الآلية أو الأجهزة الآلية التي أرسلت من قبل الوزارات الساندة. ميثم، هل رصدت شكاوى من الزائرين نتيجة ربما هذا الرجوع بالنسبة للسنوات الماضية؟ نعم، الزائرون يعني يعرفون إمكانات المحافظة وإمكانات الدوائر الخدمية فيها، لذلك هنالك تعاون كبير ربما غير مسبوق من قبل المواكب الخدمية المنتشرة في داخل مدينة كربلاء وحتى على الشوارع الرئيسة. هنالك تنظيم عالي وتنظيم كبير وتعاون مثمر حتى هذه اللحظة من قبل المواكب، حيث أن هنالك متطوعين يقومون بتنظيف الشوارع ويقومون أيضا ب يعني أدلاء للزائرين الذين يقدمون إلى كربلاء. وأيضا هنالك جهد كما ذكرت للعتبات الدينية، حيث قامت بتسخير كل الجهد البشري والآلي، إضافة إلى أكثر من 2000 متطوع قدموا من محافظات مختلفة. ميثم، يعني للعتبات الدينية. ميثم، بما يخص أنه ذروة الزيارة ستكون هذه الليلة حتى الغد، هل تم توفير سيارات خاصة لنقل الزائرين إلى ربما الجراجات القريبة من وسط مدينة كربلاء؟ نعم، كل الجهد الحكومي والجهد الشعبي هنا في كربلاء اليوم مستنفر لطاقاته بشكل كامل، وبالتالي هنالك استنفار كامل من أجل إنجاح الزيارة، ولم يتبقى منها سوى أقل من 24 ساعة. بالتالي هذا الجهد انصب على إنجاح الأجواء التي ستكون أو ستشهدها يوم غد، حيث سيكون هنالك أكبر موكب أو أكبر عزاء ينطلق من منطقة قنطرة السلام باتجاه العتبات الدينية، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى تنظيم، حيث قامت الحكومة المحلية، الأجهزة الأمنية، الدوائر الخدمية، دوائر الصحة بتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها أن
تنتهي هذه المناسبة بسلام إن شاء الله. وأيضا هنالك قامت العتبات الدينية بتخصيص طرق وأبواب لدخول المعزين من العتبة الحسينية إلى منطقة بين الحرمين ومنها إلى العتبة العباسية. أشكرك شكرا جزيلا مراسل الحرة من كربلاء ميثم الجناحي على هذه المعلومات.